تستعد للامتحانات ازاي؟ ما نستعدش الامتحانات خالص خالص. هي كده يعني، هي مثلا قبل الامتحان هم كمان ساعدونا المره دي ان اللي دخل في امتحان الميد ترم مش داخل في اخر السنه، فهو يعني قبل الامتحان يوم يومين بالكتير قوي اهو. يعني هم يعني زي ما التعليم يعني التعليم معتمد في مصر، الكتاب هو معلومتين، ادي المعلومتين خش حطهم في الامتحان اطلع انساهم بس. ما يعني هو بس المفروض يعني ان احنا نذاكر وكده بس، يعني كل مره هتذاكر اذاكر ما بذاكرش، باجي تاني يوم برضه ما بذاكر اذاكر ما بذاكرش. والله انا الحمد لله يعني بعد ما اعملش اي حاجه ما اقضيش غير ان اروح الجيم، بعد كده اروح الدروس وساعات ما بروحهاش، وبقعد البيت العب على الموبايل وافتح فيس بس. انا الحمد لله بخلي والدتي تدعي لي وساعات بتدعي عليا قبل الامتحان بيوم، مثلا بقى حد بقى زعلي او كده فانا ساعتها اذاكر من غير كده. ولا طب ولا سيبك من الكلام ده، يعني خصوصا عليا النضاره، بصي شكله بس عشان انا احول والله مش حاجه والله. هو ده الدرس اللي هو ريفيجن قبل الامتحان وبس، بس هو ده اللي بيبقى فيه الامتحان. بنام لا والله بنام. بنام برضو في الامتحان. انا ببقى قاعد بذاكر بلاقي الموبايل بينط في ايدي مش عارف ازاي. بروح ريفيجن كتير وباخد دروس وبذاكر كتير. والله انا مش عارف استعد لها ازاي بامانه، يعني لان اللي انا عارفه يعني كل سنه الامتحانات بتختلف وبتصعب اكتر، حتى في انظمه نزلوها على ثانوي اللي هو نظام البوكلت والحاجات ديت، فالله اعلم يعني بالامتحانات هيبقى شكلها عامل ازاي بامانه، لان الواحد خايف يعني السنه دي حتى الواحد مش مستعد للامتحانات من ظروف المشاكل، ويعني انت عارفه ان البلد كمان بايظه، فمش عارف الواحد يستعد للامتحانات ازاي بامانه يعني ربنا يقوينا بامانه.